أخوتي الأحباء اللي عم ترافقونا على شاشات تلفزيون المحبة، سلام الرب يسوع يكون معكم. إن شاء الله تكونوا بلشتوا نهار جديد بأمل جديد ورجاء جديد. شيء أكيد إنه الحياة كل يوم الصبح بتتجدد، ولكن تتجدد بمواجهات أكيد كثيرة. يمكن بنبلش نواجه عند الصبح، يمكن بعدنا نعسانين بنواجه النوم، وبنقوم أوقات بنشحط على شغلنا، بعدين في عنا هموم الحياة يلي بنواجهها واحدة ورا الثانية. مشان هيك حبينا اليوم إنه نروح بهالاتجاه ونحكي عن المواجهة. أكيد هالموضوع هيدا نحن رح نشوفه مثل كل الحلقات، بداية مع الكتاب المقدس ومن ثم بقلب الحياة الاجتماعية. إنما كمقدمة حابب أنا وياكم أختي الأحبة هيك نتأمل شوي بموضوع المواجهة، يمكن شوي انطلاقا كمان من حياتنا الشخصية. مشان هيك رح بلش أقول، في الستينات من القرن الماضي أتيا بي أبي وأمي إلى هذا الوجود، وبدأ مركبي رحلته في بحر هذا العالم. فكنت حينا على الشطآن أرسو وأتأمل، وحينا آخر وبسواعد عارية أواجه الأمواج التي كانت تفغر فاها لتبتلعني وتمحيني من ذاكرة الأيام. في مركبي علمتني مدرسة الحياة أن للإنسان قليل من الأصدقاء وكثير من الأعداء، إلا أنها علمتني أيضا أن طريق النجاح هو فوق الجميع، هو خيار المرء بأن يكون أو لا يكون، بأن يعشق القمم أو يهادن المسطحات، بأن يتساوى والعلا أو يخنع أمام أحلامه اللحمية، بأن يستيقظ ويوقظ معه المعمورة، أو ينام ويتلاشى في عدمية اللامبالاة. في مركبي علمتني دفاتر الأيام أن الوجود هو امتداد بين حدين، العدمية وملء الحياة. وما الملء في الحياة إلا اكتمال المواجهة مع العدمية حتى تلاشيها في العالم الذاتي وفي مساحاته الخارجية. في مركبي علمتني نداءات السماء، تقنيات المواجهة الداخلية وتكتيكات الحروب ضد الجهل والميول والرؤى العنفية، كما علمتني أسرار المعابر والمسالك الإلهية. في مركبي علمتني دموع الأبرياء وشقاء المظلومين وخوف المحتاجين وأحلام الطامحين وصرخة البؤساء الذين دمرت كراماتهم سلطة الأقوياء واستبدادهم وقساوة قلوبهم وظلامية ضمائرهم. المواجهة ثم المواجهة ثم المواجهة، فالمواجهة علمتني في كل آن ومكان وبإصرار لا حدود له لبناء هياكل العدالة مكان مغاور الفساد والنهب والاختلاس والتقهقر. اليوم وبعد أن علمني القائم من بين الأموات يسوع ثورة القيميين التي ناديت بها على الملأ ووضعتها في صفحات الكتب، ثارت الناس وانتفضت على حكامها الذين أمعنوا بتدمير مؤسسات الدولة وسرقة أموالها وبتجميد الدورات الاقتصادية ومكتسباتها وتشويه القضاء وتفريغه من قدرته على الردع والمحاسبة، وحولوا الوطن إلى بركان لا نعرف حتى الآن نتائجه الخطيرة. فرحنا منقسمين بين مواجهة تبحث عن حلول مناسبة وبين مسؤولين غير مرغوب بهم، متهاونين مستهترين بحال الناس
مستغلين فائض القوة ليبقوا حيثهم ممسكين بعنق الوطن والمواطن وهم إلى الهوية منحدرون. أيها القائم من بين الأموات، السائر على الموت وصناعه، يا من واجهت شياطين الروح والمادة، علمنا أن تبقى مواجهاتنا على صورة مواجهاتك وكمثالها في السلام والحقيقة والخير والتضحية والمحبة. قال أحدهم: ليس كل ما تواجهه يمكن تغييره، ولكن لا تغيير بلا مواجهة. وقال آخر: هناك نوعان من الجبناء، نوع يعيش مع نفسه ويخاف من مواجهة الناس، ونوع يعيش مع الناس ويخاف من مواجهة نفسه. وقال المتنبي: ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. علمنا يا رب اليوم أن نواجه الواقع كطلاب حق، غير خائفين ممن يقتلون الجسد وليس لهم من سلطان على النفوس، طامحين إلى العيش في القمم حتى ولو شقينا من ثمن التسلق إلى حيث المراد. آمين.